نظمت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 3 حملات تفتيشية مشتركة على الباعة الجائلين في كل من المنامة وسلمى باد ورأس زويد، وذلك بالتعاون مع المختصين من وزارة الداخلية والشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وقالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن تنفيذ الحملات المشتركة يهدف إلى الحد من المخالفات المتكررة التي يمارسها الباعة الجائلين، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب تكاتف الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 350 مخالفة، إضافة إلى رصد مخالفات لمحلات دون ترخيص، كما قامت بقية الجهات بالإجراءات الخاصة فيها، حيث تم من قبل وزارة الصحة غلق 15 محل غير ملتزم بالاشتراطات الصحية، فيما خالفت هيئة تنظيم سوق العمل بعض الباعة غير النظاميين. وهناك مخالفات أيضا رصدتها وزارة الداخلية لمن لا يرتدون الكمامات ويخالفون الإجراءات الاحترازية. طبعا هذه الحملة تم فيها تكثيف الجهود التفتيشية والرقابية لعدة هيئات رسمية، تقريبا 7 جهات حكومية تشارك فيها، من أجل ضبط التجاوزات والمخالفات في هذه المنطقة بالتحديد اللي تشهد اكتظاظ وكثافة في فرق مشتركة تتكون من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأيضا هيئة السياحة والمعارض وكذلك وزارة الداخلية. تحقق من تصاريح العمل للعمال، دائما الجهات المعنية دائما متواجدة للتحقق من الأوضاع القانونية. ركزنا على 3 مناطق اللي يتواجدون فيها الباعة الجائلين والفراشات، منطقة عسكر ومنطقة عسكر طبعا رأس زويد، ومنطقة المنامة ومنطقة سلماباد. توزعوا فرق على جميع المناطق في نفس الوقت، تم أخذ الإجراءات اللازمة تجاه جميع المخالفين.